دي من مسكنتها احتملت الاحتقار. خلي بالكم، هي فضلت ماشية شوية تنادي ولا حد معبرها بما فيهم المسيح، ودي مش قسوة من المسيح، ده لأنه عارف قوة الست دي، عارف عظمتها، عاوز يعلمنا درس، فسابها تصرخ وتنادي وساكت، لدرجة ان التلاميذ زهقوا. التلاميذ نفسهم زهقوا فقالوا له ايه؟ ما تمسيها بقى. مسيها دي يعني ايه؟ زعق فيها يا رب، او اعمل لها معجزة وخلص يعني، او بالنسبة لهم الدنيا سهلة. فساعتها ربنا يسوع وهي ابتدت تسمع لانها قربت منه، قال كلمة الحقيقة تجرح. قال لهم مش انا جاي لبتوع اسرائيل؟ خلي بالكم، هو مش بيقول حقيقة، هو بيقول مفهومهم. مش انتم اعتبروني بتاعكم؟ المرة دي بتقول لي اتعامل معاها ليه؟ مش انا في نظركم لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة؟ وقال كلمة اصعب. هي سامعة، خلي بالكم، طبعا المفروض بقى لو عندها دم للخلف ضر وتمشي بقى. يعني انا جيت لبتوع اسرائيل، خلاص معناه ايه؟ انت مالكيش فيا نصيب. تعبير اصعب، وده تعبير يهودي مش تعبيره. خلي بالكوا، في فرق بين اللي يقصده المسيح من قلبه وبين الالفاظ اللي بيقولوها فبيستخدمها، عشان هي متعودة على اللغة دي او متخيلة انه زيهم. فقال ما هو كمان ما يصحش، اصل في مثل بلدي عندهم يقول كده، ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. معناها انت كلبة، انت هتلوي نفسك بالبهوات. زي ما بقول لكم، المتوقع مع واحدة في المرار ده كله لا ترد بقى وتلخبط بقى، او على الاقل لو في ذرة كرامة تمشي. انما لقيناها جريت وركعت وقالت له الكلاب هتفضل تهوهو لغاية ما تترملها لقمة. شوفوا المسكنة. خلي بالكم، انا دلوقتي ببص على الى هذا، انظر الى المسكين. كم واحد مرة حس بالمسكنة او بالذل لدرجة انه بيقول له رب انا زي كلب بيهوهو، انا مش بني ادم زي البني ادمين، انا مش معتبر نفسي ابن ليك زي ولادك، بس انا عاوز لقمة، انا جعان. هنا بقى المسيح اختلف تماما. المسيح بتاعنا بقى اللي عارفينه كويس قال لها يا امرأة، ويا امرأة دي يا سيدتي، يا امرأة دي ليدي، منتهى الاحترام، دي اللغة اللي كان بيكلم بيها العذراء. يا امرأة عظيم ايمانك. ولا تلميذ منهم خد الكلمة دي، ولا واحد من البهوات بتوعه اقرب الناس اليه تمتع بكلمة عظيم ايمانك. ده واحد منهم قال له يا قليل الايمان بطرس، لماذا شككت؟ انما الست دي قال لها عظيم ايمانك، الى هذا انظر. لما تضغط قوي وتتقرس قوي وتتزل قوي وتحس انك تسويت بالارض وان ربنا بيعصر فيك عصر، اعرف انه فاضل لك زقة وتسمع احلى كلام وتاخد اجمل استجابة في عمرك، لانه الى هذا انظر. هو فضل متأني وساكت وعارف ان الذل بيزيد جواها والقهر بيزيد، بس هو عاوز يجيب اعلى مستوى عشان هتاخد اعلى تطويب واعلى مكافأة. وقال لها كلمة الواحد ما يحلمش بيها، ما قالهاش بنتك تخس، قال لها اللي تتمنيه تاخدي، ليكن لك ما تريدي. لو قلتي لي الكواكب تحصل لها ايه هقولك ماشي. على الايمان ده اللي انقذ هذه السيدة من القهر والذل ايمانها، انها اتشعبطت في فكرة مش هسيبه، لو قال علي كلبة مش هسيبه، لو عاملني كأني مش بني ادماية مش هسيبه، لو فضل يذل فيا من هنا للعمر مفيش غيره.